اليوم احنا حاضرين كحزب الثلاثة الديمقراطي في هذا المهرجان للإعلان على الائتلاف الوطني لدار الحراك التيغي، وذلك الجمال لهذا الحراك أولا من تعبيرات سياسية واجتماعية واضحة، حيث أن هذا الحراك هو تقريبا أكثر من 9 شهور والساكنة ديال فيكيك خارجة تطالب مطالب عادلة وموضوعية، وعلى رأسها تراجع على قرار لا ديمقراطي لتفويت المياه ديال فيكيك. نظرا أولا هذا القرار بصفة عامة وهذا القانون اللي تبنى عليه هذا القرار هو فيه إشكالات كبيرة تطرح في المغرب فيما يخص توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي. ثانيا أن هذا القرار تخاد بشكل تعسفي، حيث أن كان هناك قرار أول كان ديال المجلس الجماعي برفض وبالإجماع هذا القرار، لكن بعد ذلك تم الانقلاب على القرار ديال المجلس وجاء قرار ثاني اللي هو أغلبية ضعيفة واللي فوت اللي قرر يفوت الماء ديال فيكيك للشركة الجهوية اللي قررها القانون ديال 83-21. حنا كنعتقدوا ان هاد الطريقه اللي تخدم بها القرار ما فيهاش تفتقد الشرعيه الديمقراطيه من جهه، من جهه ثانيه ما كاينش ضمانات للحفاظ على المصالح ديال الساكنه لا على المستوى ديال كافراد او كمجموعات، ويمكن يعرف التوزيع ديال الماء ما كاينش ضمانات كذلك ان التثمينه ديال الماء تبقى مناسبه بالنسبه للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود. وحنا كنعرفوا ان الجهه ديال ان اقليم فيكيك مدينه فيكيك كتعرف مشاكل كثيره ديال التهميش وديال الاقصاء، وهذا بطبيعه الحال ممكن يؤدي الى اوضاع اللي غير محتمله بالنسبه للساكنه. مره ثانيه احنا حاضرين في هذا المهرجان لتاكيد دعمنا وعلى الوقوف الى جانب الساكنه ديال فيكيك وحراكم، وكنطالبوا باطلاق سراح المعتقل البرماكي الى البراهمي اللي هو معتقل ديال الحراك، وكذلك مناسبة أن نطالب بإطلاق سراح كل معتقلين الحركات الاجتماعية في المغرب ومعتقلين السياسيين وغيرهم.